مرحبا بكم متابعينا. نسبة الفقر في البلاد التونسية ونسبة البطالة قاعدة تزيد كل يوم، والشباب التونسي ما عادش ينجم انه يضمن مستقبله في تونس اليوم، وبما انه ما عندوش مسكن وما عندوش وظيفة، وحتى سعر الزواج اصبح غالي للغاية، وهذا بالطبيعة اللي قاعدين نشوفوا فيه من معاناة الشباب التونسي. لكن الشيء المذهل انه لاول مرة في التاريخ البلاد التونسية حكومة تونسية قاعدة تخدم بجدة وخمت في الشعب التونسي، وما هيش قاعدة تسرق وما هيش قاعدة تنهب في اموال الشعب. اي نعم، منذ عام او عامين على التقريب الرئيس قيس سعيد قرر انه يوزع مساكن اجتماعية على الشعب التونسي، واي شخص ما عندوش مسكن ودخله الشهري ضئيل للغاية يقدر يتحصل على مسكن اجتماعي بتسهيلات من الدولة التونسية. وبالطبيعة الدولة باش تخلص معاك نصف مبلغ المسكن هذا، اي يعني 50% من سعر المسكن اللي كلفته تتراوح بين 30 إلى 35 ألف دينار، اي يعني المواطن التونسي ما يخلص كان 15 مليون فقط، وهذا بالتقسيط، ويصبح عنده مسكن اجتماعي. وهذا ما هوش كلام فقط. البارح الرئيس قيس سعيد استدعى كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية السيد كمال لفقي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حتى ينظروا في أسباب المتعلقة بالتأخر الحاصل في عملية توزيع المساكن الاجتماعية على الشعب التونسي، رغم أنهم حاضرين عندهم برشا. وقال الرئيس قيس سعيد بكل حزم خلال اجتماعه هذا أنه لا مبرر على الإطلاق التأخير توزيع المساكن الاجتماعية على الشعب التونسي وعلى العائلات الفقيرة، والتأخر هذا تسبب في تردي وضعية عدد كبير من المساكن الاجتماعية هذه واللي سببت الرطوبة، بما أنه المساكن هذه ما يسكنها حد وما زالت غير مأهولة. وما ننساوش عمليات السرقة اللي طالت المساكن هذه من مجموعة من المنحرفين، وبالطبيعة بما أنه ما يسكنها حد. وأكد رئيس الجمهورية تعليماته بكل حزم بضرورة توزيع المساكن هذه الاجتماعية في أسرع وقت على الأسر التونسية، وبإذن الله يتم توزيع المساكن هذه في الأيام القادمة وتمشي لكل مستحقها تدرجا حسب فصول القانون. لأول مرة ومنذ عهد زين العابدين بن علية ما تمش توزيع المساكن الاجتماعية على الشعب التونسي، هذا اللي خلى وضعية عدد من الأسر التونسية تتردى في شيء فشيء، وعدد من الشعب التونسي ما عندوش مساكن. هذا اللي أدى لعدد من التونسيين أنهم يسكنوا عند أقاربهم، وعدد آخر من التونسيين أصبحوا متشردين في الشوارع في ظل العشرية السوداء وتعاقب الحكومات اللي هدفها الوحيد أنها تسرق وتنهب مقدرات الشعب التونسي. والحمد لله اليوم جاتنا حكومة تخدم على روحها بكل جد وفي كنف الصمت. في آخر الفيديو إن شاء الله ربي يحسن أوضاع بلادنا في تونس، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ما فيكم بكل المستجدات.